حمدي ولد رشيد من حزب الاستقلال رئيسا لبلدية العيون لولاية ثانية حصل على نسبة كافية من أصوات الأعضاء 33 صوتا من أصل 47 مقعدا المكونة لمجلس البلدية. حزب الاستقلال كان قد تقدم نتائج انتخابات الرابع من شتنبر بأغلبية مطلقة، رغم ذلك حظي في هذه الجلسة بمساندة حزب التقدم والاشتراكية الذي ترك صف المعارضة واختار التصويت لصالح حمد ولد رشيد مانحا إياه 4 أصوات إضافية. احنا عندنا أغلبية 29 من 47. حزب التقدم والاشتراكية شاف عنه المصلحة عنا نمشوا كاملين فيها، وهذا عادي وطبيعي. جاء وصوت علينا، راك شفتوا في القاعه صوت علينا، وبهذه المناسبه كنشكروا جزيل الشكر على هذا العمل. ذا هو في عاديه ديمقراطيه، اللي بقى يصوت واللي بقى لا يصوت. احنا عندنا اغلبيتنا، ولكن هو صوت علينا. مشكور حزب التقدم والاشتراكي على ذا الاصوات، وذا احنا يزيدنا قوه ويزيدنا متانه. نعتبر انه مساندتنا الان الحزب اللي حظى اغلبيه مريحه جدا اللي هو حزب الاستقلال في مدينه العيون، نعتبره طبيعي لانه بالنسبه لنا احنا كحزب تقدم الاشتراكي مشاركين على مستوى الحكومة، وبالتالي برنامجنا الانتخابي كحزب على مستوى محلي قدمنا للمواطنين البرنامج اللي فيه بطبيعة الحال انطلاق من الواقع المعاش ديال المواطنين. مرشح المعارضة المكونة من حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية حصل على 14 صوتا، لكن هذين الحزبين يعتبران دخولهما لأول مرة إلى مجلس بلدية العيون انتصارا في حد ذاته. حزب التجمع الوطني للأحرار شتو المكان، هو ثاني قوة سياسية في المنطقة، هذا معناه على أنه الناس راغبة في البرامج ديالو، ربما لمست على أنه التغيير حلقة كذلك أساسية في العملية. إلا أن احنا عم تنشتغلوا في إطار كتلة مع الإخوان في التقدم في الحزب عدالة والتنمية، اللي طبيعة الحال التزمنا معهم وقعنا بيان في الإطار هذا على أنه اشتغلوا جميع. الحمد لله هذا فوز، وبداية طبعا كنشكر ساكنة العيون والناخبين اللي اقتنعوا بالبرنامج الحزب وباللائحة اللي قدم وصوتوا علينا، ونحن نستبشر خيرا بكلمة مثلا السيد الرئيس اللي قالها، احنا معاه مش مشكلة. إلا قال كلمة جيدة، بلدية العيون ليست بلدية لا قابلة ولا لأحد، بل هي بلدية من بلدية مثل المملكة مثل المغربية، يحترم مثلا فيها القانون، يعني تقضى في مثلا مصالح مثل المواطنين. نحن بهذه الروح بهذا المبدأ حتى نحن كذلك مثلا يعني مثل معاه. عملية انتخاب رئيس بلدية العيون ومكتبه مرت في جو هادئ حظي فيه الرئيس بأغلبية مطلقة من حزب الاستقلال ستمكنه من تجسيد رؤيته التنموية على أرض الواقع بكل أريحية.